مرحبا بكم في غورمانديز دو لبنان. بزاف ديال المتتبعين طلبوني على الوصفه ديال البروني. اليوم غادي نديرو الوصفه المعتمده عندي اللي درتها بزاف ديال المرات وديما كتنجح ليا. كتجي معلكه من الداخل والمذاق ديال الشوكولا كيجي رائع. يلا تبع معايا الطريقه. غادي نحتاجو جوج بيضات، 200 غرام شوكولا نوار يكون نوعيه جيده، يكون فيه على الاقل 50% ديال الكاكاو، 120 غرام سكر، 150 غرام دقيق مع رشه ديال الخميره الكيميائيه ولا رشه ديال بيكربونات الصودا، حفنه ديال المكسرات القرقاع ولا نوازيت ولا ديروا بجوج بهم، 120 غرام ديال الزبده، فاني ليكيد ولا سكر فاني. اول حاجه غادي نذوبوا الشوكولا والزبده في الماري. نهنشو المكسرات بالموس وخاص يبقاو لنا الطرفه مويان. نوجدو المولا نديرو فيه البروني. انا عندي هنا كاري غادي ندير فيه بابي كويسون نقطعو على هذا الشكل باش ما يلصقش ليا. الا كان عندكم مول عادي ادهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق. نطربو البيض مع السكر حتى يذوب ويولي عندنا دي بول. ما نحتاجوش للطرب الكهربائي. نزيدو الفاني ليكيد. نزيدو الخليط ديال الشوكولا اللي ذوبنا وبرد لينا، نحركو مزيان. ونزيدو الدقيق والخميرة. في الاخر نزيدو المكسرات ونخليو شويه باش نرشهم للفوق. نديروه في المول ونسرحو الوجه ديالو مزيان. ندخلوه الفران لمدة 15-20 دقيقة على درجة 180. ما خاصهاش طيب بزاف حيث إلا طابت بزاف ما غاديجيناش كاع هذيك التعليكة من الداخل. بزاف كيسولوني على الكيك واش نشعلو الفوق ولا تحت. إلا كانت عندكم لا شالوغ تورنونط راه كيطيب بشكل هوموجين في لو فور. إلا ما كانش عندكم لا شالوغ تورنونط هي زعما هي هذيك الفرفارة، غادي تشعلو لتحت هو الأول وتحضيو معاه. نقطعو على شكل مربعات متساوية كيف ما كتشوفو كيجي وكيجي معلك من الداخل. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. بالصحة والراحة.